حلو كتير دورجا، برافو عليكي. ما كنت بعرف إنك ممثلة شاطرة كل هالقد، ما كنت متخيلة أبداً إنه كرمال تخلصي حالك مستعدة توقعي أخوكي روكي بمصيبة كبيرة مثل هي. أكشات؟ شو عم تعمل؟ افتح الباب قدام. أنا بدي منك إنه تبقي هون. تعرفي منيح إنه روكي شخص خطير كتير، ما بقدر أعرض حياتك للخطر مرة تانية. افتح الباب، لا تتركني هون أكشات، يلا افتح. بدك تتركني هون كرمال تحميني، بس أنا بدي روح معك كرمال أضمن إنه ما يصير لك شيء. كتير ضروري إني أكون معك، افتح الباب. هذا الباب ما بينفتح لحتى أرجع، ما بدي إياكي تنأذي أبداً قدام. إذا بتريد افتح، بدي روح معك قدام. لا لحظة شوي، افتح الباب أكشات، لا تروح. قد ما عيطت قدام وصرخت وقد ما حاولت، ما حدا يفتح الباب. عم أعمل هيك مشانها، رح رجع أنجاد على البيت، لا تخافي. نحن رح نجي معك. بس أخي خليكن هون، ديروا بالكن على البيت بغيابي. لا تروح لحالك بردان. من جهة عندي ابني صغير يلي عم يحاول يقتل أخوه الكبير، ومن جهة تانية عندي ابني الكبير يلي رايح يحمي أخوه صغير ويخلصه من الموت. روكي، لو أنك تصرفت بوعي أكتر وما خطفت أنجاد أكيد ما كنا رح نوصل لهون، وما كنت اضطريت أني ضحي فيك كرمال خلص حالي من هالمصيبة. هذا هو الموقع اللي طلعته قدام، هنن هون، أنا متأكد أنه هنن هون. روكي وقف. أنا عندي ثقة كبيرة بقدراتك يا أستاذ جندال، وعرفت أنه رح تلاقيني. كتير منيح أنك إجيت لهون ولوحدك. عنجد خود. هلا بما انك اجيت رح نلعب لعبه، لعبه الموت. اللعبه سهله كتير، انتوا الاخين الاثنين لازم تقوصوا على بعض. سهله كتير مو هيك؟ وبتعرفوا كيف بتنتهي، الشخص يلي بيضل عايش بيربح. لا تفكر اني نسيت يلي عملته يا سيد جندال، أنا بعرف كتير منيح كيف انتقم منك. الذل والإهانة يلي عشتهم بسببك بحياتي ما بنساهم. يلا بلشوا لعب. لاكشمي افتحي لي الباب، انت بتعرفي قديش ضروري اني اكون هلا مع أكشات بهي اللحظة. افتحي لي الباب ستي، قلي لهم يفتحوا لي الباب. معقول أنت ما عندك ثقة بكنتك؟ حماتي لو كان بإيدنا كنا ساعدناكي. إجي قلنا ما نفتح لك. تقدروا تمنعوني روح على أي مكان بدكم يا لاكشمي، بس ما حدا بالعالم كله بيقدر يمنع المرأة من أنه تساعد زوجها وتوقف جنبه بهيك موقف. أكشات هلأ واقع بمصيبة وأنا بدي روح لعنده. اسمعني منيح لقلك القوانين، إذا ما رضيت تقوص على أنجاد ساعات رجالي رح يقوصوا عليك. فكر بالموضوع سيد جندال، بهي الحالة ولا أي واحد منكم رح يبقى عايش. أكشات ليش إجيت لهون؟ ليش خطرت بحياتك؟ أعمل مثل ما عم يقلك روكي، قتلني أخي كرمال خلص حالك. بعدين أنا ما بستاهل عيش ولا بحق لي حتى ناديلك أخي. أكشات كتير عذبتك كل حياتك وأنت عم تتعذب بسببي. قتلني أكشات، يلا قتلني إذا بتريد، قوس يلا قوس، لا تفكر قوسني.
أنجاد، مو وقته هذا الحكي هلا. إذا في حدا بيناتنا لازم يموت فهو أنا. رح يصير مثل ما بدك، مو أنت كنت ناوي تقتلني. قوصني، خلص حالك أخي. لا أكشاد، ما رح أقدر. شو هالمسخرة هي؟ عن جد مللتوني. أوصوا، يلا أوصوا لشوف. أوصوا، عملك أوصوا يلا. لا لا لا، وقفوا وقفوا. شو هاد؟ شو هاد يلي عم تعملوا؟ قدام. لا تخاف من شي، لا تخاف، انت امورك تمام ورح تكون بخير. بس انت شو قصتك؟ ليش عم بتعيط بلا سبب؟ طول بالك وهدي حالك واحكي برواق. الاشرار بالافلام القديمه بيعيطوا وبيقولوا كلام مليان شر وغضب، بس هالطريقه ما عاد تمشي. رح اقول لك شغله، احكي بنبره طبيعيه بتبين واقعي. قدام، شو عم تحكي؟ يلا خلينا نرجع نصور من الأول، منعيد. لك شو ناطرين انتو؟ مسكوها يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. كل رجالك غابوا عن الوعي، وهلأ أكيد عم تسأل حالك عن السبب. ماشي، رح قلك، هي طريقة جودان، يعني فجأة بلاقي حل لأي موضوع بلا ما تعرفه، وبصير بنفذ الحل بلا ما حدا يحس علي أساساً. رح خبرك، طعمتهم للشباب حلويات حاطة دواء فيها ورح يطولوا كتير ليفيقوا. كل واحد منهم أكل قطعتين، لهيك إذا كان عندك وعي شوي صغيرة بس بتترك سلاحك وبتحطه على جنب، وإلا الفيديو بينتشر فوراً، كل البلد رح تحضره. بقى قلي شو رأيك، عجبتك الخطة؟ يلا شو قلت؟ لا. نزل السلاح. بسرعة. حلو كتير، برافو عليك. ماشي، وهلأ رح وقف تسجيل الفيديو. شو هاد؟ خلصت باقة الانترنت. شش اجي. طيب مو معقول قديش إننا صابين. خلص اسكتي بقى.